حظر تجوال ليلي وحرس وطني في حالة تأهب ونهب وإحراق هي الحالة التي أمست عليها مدينة بالتيمور الاثنين في أعقاب اندلاع أعمال العنف احتجاجا على ممارسات الشرطة ضد الأمريكيين من أصول أفريقية في أكثر المظاهرات عنفا في الولايات المتحدة منذ حوادث الشغب التي شهدتها بلدة فيركسون بولاية ميزوري العام الماضي. وقام مئات المحتجين الغاضبين بنهب متاجر وإشعال النار في مبان عقب تشييع جنازة شاب أسود توفي بعد إصابته أثناء وجوده رهن احتجاز الشرطة. وتقول الشرطة في بالتيمور إن 15 شرطيا أصيبوا بجروح في أحداث الشغب. وتفجر العنف على مسافة قصيرة من جنازة فريدي غراي البالغ من العمر 25 عاما ثم انتشر إلى مناطق في بالتيمور. وأعلن لاري هوغان حاكم ماريلاند حالة الطوارئ وتنشيط الحرس الوطني بينما يكافح رجال الإطفاء عددا من الحرائق التي أشعلها المحتجون الذين استخدم بعضهم مضارب البيسبول لتحطيم نوافذ سيارات في مناطق مختلفة بالمدينة. ووصفت ستيفاني رولينغز بليك رئيسة بلدية بالتيمور المشاغبين بأنهم قطاع طرق وفرضت حظرا على التجوال في أنحاء المدينة يشمل جميع البالغين والقصر من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا بدءا من ليل الثلاثاء ولمدة أسبوع. وقالت بليك إنه سيجرى نشر قوات الحرس الوطني في أنحاء المدينة في أقرب وقت ممكن. واستغل المرشحون المحتملون للرئاسة الأمريكية الحدث لبث رسائلهم للشعب الأمريكي. فقد وصفت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون الحدث بأنه مأساة تستلزم إجابات. وشدد المرشح الجمهوري المحتمل مايكي هوكبي على الحاجة إلى الالتزام بالنظام وسيادة القانون وقال إن الشغب والعنف لا يمكن أن يكون طريقا لحرية التعبير. أما رجل الأعمال دونالد ترامب فقد انتقد طريقة تعامل الشرطة مع الأمر ودعاها للتعامل بوتيرة أسرع وبصرامة أشد. وكان غراي قد اعتقل في 12 من إبريل واحتجز في سيارة تابعة للشرطة وأصيب في وقت ما أثناء احتجازه في عموده الفقري ثم توفي بعد أسبوع. وتجري الشرطة حاليا تحقيقات في مقتله لكنها أوقفت مؤقتا ستة من أفراد الشرطة. وجددت وفاة غراي غضبا عاما بشأن معاملة الشرطة للأمريكيين من أصول إفريقية والذي تفجر العام الماضي بعد مقتل رجال سود غير مسلحين في فيركسون ومدينة نيويورك ومدن أمريكية أخرى.